أهلا بكم مشاهدين الأكارم في نشرة أخبارنا المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت اليوم بسيئون دورة تدريبية لمدربي لعبة التايكواندو بوادي حضرموت، نظمها فرع اتحاد اللعبة بإشراف مكتب الشباب والرياضة بالتنسيق مع كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون. وتلقى 34 متدربا على مدى 3 أيام عددا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية حول قوانين وقواعد المنافسة التي طرأت على اللعبة وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم تحت إشراف أستاذ التدريب الرياضي وعلوم الحركة المساعد الدكتور جمال الوصابي. وأشاد مدير إدارة الأنشطة بمكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي غازي حسان بالحضور والالتزام والرغبة في اكتساب المعلومات والمعارف التدريبية من قبل الدارسين. وأوضح الأمين العام لفرع اتحاد التايكواندو مراد بريكان بأن الدورة تأتي في إطار حرص الفرع لرفع قدرات المشاركين وإكسابهم المعرفة الجديدة حول التدريب، منوها إلى استعداد الفرع بتنظيم بطولة للأندية خلال الفترة القادمة. انتهت جولتنا الإخبارية، في أمان الله.